مساء الخيرات حبايبي ومتابعيني. اليوم أنا وياكم راح نزور 2 من الدول الأوروبية، راح نكون في فرنسا وكمان في ألمانيا، واحدة كمان من أجمل الدول العربية اللي هي حبيبتنا المغرب. راح نسمع تفاصيل مثيرة جدا، لكن كالعادة بعد الفاصل القصير خلاله أكيد ما حتنسوا اللايك، الاشتراك في القناة، وكمان نشر رابطها. بالمناسبة أنا متأكدة أنه راح تحبوا واحد من الجناة في هاي القصة. نسمع. ورح أبدأ أنا وياكم بتاريخ 18 أكتوبر من العام 2009 في ساعات الصباح الأولى. رجال الشرطة في مدينة ملوز الفرنسية الجميلة بيطلقوا اتصال هاتفي عن وجود أحد الضحايا اللي عمره 74 عام، واضح أنه هو ضرب بشراسة، موجود في الشارع. على طول بتتحرك دوريات الشرطة للمكان، ولما توصل دوريات رجال الشرطة بيحصلوا هالرجل السبعيني في وضع سيء جدا، على الرصيف، واضح انه هو ضرب مربوط، في عدة جروح على جسمه، لكن ينجو من هالهجوم الشرس. بيبدوا يحققوا مين هو هالشخص، وبيكتشفوا انه هو من أصول ألمانية. هالرجل السبعيني بيخبر رجال الشرطة انه هو قبل عدة ساعات تم اختطافه بطريقة عنيفة من بلدة اسمها شايدك في جيرماني، تقع على الحدود مع النمسا. بيكمل انهم ضربوا، قيدوا، عذبوا لفترة، وبعد هيك تركوه في هاي المنطقة في فرنسا. شو قصة هالرجل وليش تم اختطافه؟ رح نسمع تفاصيلها، لكن خلينا ننتقل لشخص آخر حابة أعرفكم عليه، وعندي إحساس إنه رح تحبوه. الرجل الآخر واللي هو مسؤول عن عملية الاختطاف هو أيضا رجل سبعيني، هلأ بيوصلوا إله من خلال بيانات التليفون موجود في واحد من الفنادق في منطقة ميلوز. لما يوصلوا إله بيكون في قمة هدوءه، إنسان رايق رايق رايق. رجال الشرطة اللي بيقبضوا عليه لها شخص ما بيقاومهم نهائيا، بيكونوا مستغربين من ردة فعله، مستغربين من انه عمل تصرف زي هيك، الا انه لما يبدوا يسألوه بيعرفوا انه هاي الخطة ويمكن خطط اخرى كانت موجودة عنده من 30 عام تقريبا. خلينا هلا نرجع للعام 1970. في بداية السبعينات أندري بامبرسكي واللي هو الشخص المختطف كان عنده كل شيء بيتمناه بالحياة، متزوج، عنده 2 من الأولاد، بنت اسمها كالينكا والابن اسمه نيكولاس، زوجته إنسانة جميلة جدا اسمها دانييل. كان شغله أيضا ممتاز وبعيش الحياة بتفاصيلها الجميلة، عكس حياته السابقة واللي كانت صعبة إلى أبعد الحدود. هو أصلا من أصول بولندية أندري، واللي ولد في نهاية الثلاثينات في بولندا. والده ووالدته بيتركوا هاي البلد بولندا وبيروحوا على فرنسا. هو بضل مع جده وجدته، إلا أنه خلال الحرب العالمية الثانية بيوصل الألمان لبولندا في عام 1939، بياخدوه الجيش الألماني. والصراحة أنا ما عرفت أفهم ليش كان الجنود الألمان يأخذوا الأطفال من أفراد عائلتهم، إلا أنه في النهاية بيرجع لأفراد عائلته بعد 6 سنوات تقريبا. بيوصل بعدين على فرنسا، وهناك بيبدأ
تعليمه، بيكتشف أنه هو إنسان مميز جداً في موضوع الرياضيات. ولأنه أندري كان مميز في الرياضيات وعنده قدرة على تنظيم الأمور بالإضافة للذاكرة الرائعة، في النهاية بقرر أنه يعمل في مجال المحاسبة. فعلاً بيدرس، بيخلص دراسته، وبعد هيك بيروح على كازابلانكا في حبيبتنا المغرب، وهناك بيلتقي بفتاة جميلة اسمها دانييل، بيتزوجها وبصير عندهم 2 من الأولاد. حياتهم في كازابلانكا كانت رائعة جدا، إلا أنه في العام 1974 بيقرروا أنهم يرجعوا على فرنسا، يعني يغيروا شوي من حياتهم، تجربة جديدة. وفعلا هاي اللي بصير، بيرجعوا على فرنسا الجميلة، إلا أنه للأسف الشديد بعد عام واحد فقط على وجودهم في مدينة تولوز الجميلة في جنوب فرنسا، بيكتشف أنه زوجته على علاقة بشخص آخر، هو طبيب قلب من أصول ألمانية اسمه دياتر كرامباك. المفروض أنه كان يعيش معهم في منطقة كازابلانكا، مش معهم في البيت، يعني في الحي اللي كانوا يعيشوا فيه. خلال وجودهم في تولوز بيعرف أنه زوجته على علاقة بهالشخص أو الطبيب، بيحاول أنه يناقشها، لكن هي ما بتكون حتى يعني خجلانة من الشيء اللي هي عملته. في النهاية بتترك زوجها وبتغادر فرنسا، بتروح على ألمانيا، وبصير بينهم الطلاق. في النهاية بتتزوج الشخص الآخر في العام 1977. دانييل واللي تركت أولادها نيكولاس وكالينكا عند والدهم، اللي بدأ يحاول يهتم فيهم ويرعاهم، والأمور أبدا مش صعبة على والد أعزب. بالمناسبة في عام 1980 بقرر أنه يرجع على المغرب كازابلانكا، يعني هو كانت حياته أفضل هناك. وأول ما تسمع دانييل عن خطة زوجها السابق أندري في الانتقال إلى المغرب، على طول بترفع عليه قضية، وفي النهاية بتاخذ الوصاية على أولادها، بينتقلوا على ألمانيا حتى يعيشوا معها هي وزوجها الطبيب في منطقة اسمها ليندو، هي بلدة من بلدات ألمانيا. أندري بعد هيك بتراجع عن خطته في أنه يروح على المغرب، وبيضل في فرنسا على الأقل يشوف أولاده خلال الإجازات الصيفية. هم أصلا ما كانوا حابين العيش كثير في ألمانيا، لهيك كانوا دائما في الإجازات الصيفية يكونوا موجودين مع والدهم. بعد عامين على وجودهم في ألمانيا، أخيرا بيرجعوا بيقرروا أنه الأولاد لازم يرجعوا على فرنسا ويعيشوا مع والدهم، لكن يعني كفرصة أخيرة لهم مع والدتهم دانييل وزوجها دياتر، بيقرروا أنه يمضوا الصيف معهم هاي الفترة. إلا أنه للأسف قبل انتهاء هاي الإجازة الصيفية بصير شيء كارثي داخل هالعائلة، شيء راح يغير مجرى حياته لأندري لحد ما يتم القبض عليه. في بداية قصتنا بتاريخ 10 جولاي من عام 1982، أندري بتوصله مكالمة مخيفة جدا من زوجته، بتحكي له فيها إنه بنتهم اللي عمرها 14 عام واسمها كالينكا توفت. الوالد أندري بيكون في حالة من الصدمة، بنت عمرها 14 عام بصحة جيدة، ما عندها مشاكل صحية، شو سبب وفاتها؟ دانييل زوجته بتحكي له إنه هي نفسها مذهولة ومتفاجئة من اللي صار. بتبدأ تشرح له إنه في اليوم السابق لوفاتها اللي صار إنه راحوا يعملوا ويند سيرفينج في بحيرة قريبة من المكان في ألمانيا،
وبتكمل دانيال إنه بعد ما رجعوا من هالمشوار اللي عملوا فيه ويند سيرفينج، كالينكا كان واضح عليها إنه هي تعبانة جدا. دخلت على غرفتها بعد هيك، الطبيب اللي هو دياتر الزوج الألماني أعطاها نوع من الأدوية حتى يساعدها على النوم، إلا إنه في صباح اليوم التالي بيكتشف هالطبيب إنه هي اتوفت. وبتكمل دانيال إنه زوجها حاول يعني يعملها إنعاش لها البنت، أعطاها عدة إبر، لكن في النهاية فشلت جميع محاولاته لأنه هي متوفية من عدة ساعات. على طول بياخدوا الجثة بيعملوا لها تشريح، لأنه إحنا بنحكي عن موت مفاجئ وظروف غير عادية، يعني البنت مش مريضة وغيره، لازم يصير عملية تشريح. هلا في البداية أندريه بيتوقع إنه الموضوع شيء عادي جدا، خصوصا لما أفراد العائلة يطمنوه إنه موضوع التشريح هو شيء روتيني ولازم في حالات زي هيك. الوالد أندري بهاي الفترة مشغول في التجهيز لمراسم العزاء في حالة من الحزن، ما فكر كثير في موضوع وفاة بنته، إلا إنه بعد 3 شهور على الوفاة، طبعا هم أخذوها على فرنسا حتى يدفنوها، إلا إنه بعد 3 شهور لما يوصلوا تقرير الطبيب الشرعي بيكون في حالة من الصدمة، لأنه بينتبه أنه في مجموعة من الأمور غير الواضحة والغامضة. من خلال هالتقرير واللي ما كان واضح فيه السبب المباشر للوفاة، بيبدأ هو يدرسه ويكتشف أنه في مجموعة من الأخطاء. من ضمن هاي الأخطاء أنه في وجد بعض الطعام في الرئتين ومنطقة المريء، وهالشيء دليل على أنه صار عملية اختناق ممكن أثناء استفراغ البنت. هلأ في نقطة أخرى بتثير شكه، اللي هي أنه في موجود عدة ثقوب تدل على أنه تم حقنها بأكثر من حقنة. دياتر بفسرها أنه كلها كانت محاولات إله حتى ينعش حياة هاي البنت يعني ويرجع يصحيها، مع أنه هي ماتت من عدة ساعات. أيضا في نقطة مخيفة بالنسبة له، اللي هي أنه موجود مادة الآيون كوبالت في جسم هاي البنت. لما إجوا سألوه لدياتر عن سبب وجود هاي المادة، بيحكي أنه هو بالعادة بيعطيها للناس اللي بيعملوا عمليات تانينج، اللي هو تسمير الجسم يعني. بعد فترة يرجع يحكي أنه لا، هاي البنت كان عندها أنيميا، لهيك هو أعطاها هاي الحقنة. هالنقطة بالذات كانت مثيرة للشك بالنسبة لأندريه لعدة أسباب. أول شيء أنه صحيح بيعطوه الحديد من خلال حقنة، إلا أنه بيلجأوا له يعني كحل أخير إذا ما كان قادر الشخص أنه ياخده عن طريق الفم، لأنه أحيانا بيعمل ردات فعل غريبة زي حالة من الصدمة. لهيك أصلا لما بياخده الحديد أحيانا السيدات في العيادات المفروض يكون الطبيب موجود معها، وبتاخد عدة ساعات تقريبا الحقنة، أحيانا 3 ساعات. في كل الأحوال بيبدأ الوالد يتساءل إذا كانت بنته أصلا عندها أنيميا. وما انتهت الغرابة في هالتقرير عند هاي النقطة، في نقطة أخرى مثيرة للشك، إنه ما انعمل فحص سموم لهاي البنت كالينكا. المفروض في حالة زي هيك مباشرة يصير هالفحص. يمكن أخطر نقطة وأكثرها إلاما بالنسبة للوالد كانت الإشارة، مجرد إشارة إلى احتمالية حدوث اعتداء على هاي البنت، اعتداء جنسي، لأنه وجدوا إصابات في المنطقة الحساسة بالإضافة لمادة لونها أبيض موجودة، ومع ذلك ما اتبعوا هاي النقطة نهائيا. لما يجوا يحددوا سبب الوفاة في التقرير، بيحكوا إنه سبب الوفاة غير معروف، بسكروا القضية. بيبعتوا هالتقرير لوالدها بعد ما تصير عملية الدفن، وبينتهي التحقيق في قضية وفاة هالبنت كالينكا بهاي الطريقة
في ألمانيا. الوالد لما يوصل التقرير بصير في حالة من الجنون، بتبدأ الشكوك والأفكار والتفكير والتحقيق من قبل هالوالد. بتكون الصدمة اللي بيعرفها إنه خلال عملية تشريح الجثة مين بيكون موجود؟ بيكون موجود الطبيب والشخص اللي اكتشف الوفاة اللي هو دياتر زوج الوالدة. خلاص الآن أندريه شبه متأكد إنه هالشخص هو المسؤول عن وفاة بنته. بيبدأ يتواصل مع السلطات الألمانية اللي بتأكد له صحيح أنه هو كان موجود في غرفة التشريح، لكن هو ما تدخل وما لمس أي شيء. طبعا بالنسبة لأندريه الموضوع غير قابل للنقاش، وصار متأكد أنه هالشخص اعتدى على كالينكا وبعد هيك قتلها. السلطات الألمانية بتحاول تغطي عليه لأنه هو إنسان محترم في المجتمع، طبيب، ومستحيل يعمل أعمال زي هيك. لكن بتعرفوا إحساس الوالد والوالدة دائما هو الصحيح على الأغلب. خلينا نحكي بيبدأ يتواصل مع والدتها دانييل على أمل أنه هي فعلا تشاركه نفس الأفكار، إلا أنه عطول بترد عليه أنه أنت بتغار منه لزوجها، بتحقد عليه، ووفاة بنتها كانت وفاة طبيعية ما إلها علاقة بجريمة القتل. في النهاية هي أجلها وهاي قدرها. بيبدأ أندري يتواصل مع السلطات الألمانية يطلب منهم أنهم يحققوا في وفاة بنته، لكن ما في مجال نهائياً. وأكيد كلكم بتعرفوا مدى صعوبة الأمور الروتينية في ألمانيا، الدوائر الحكومية، المراجعات، هاي من أصعب الأشياء وأكثرها أصلاً منفرة في ألمانيا، فما بالكم في قضية زي هيك. بتتذكروا لما افتتحوا معرض تسلا أو مصنع تسلا، أي معرض، مصنع تسلا في ألمانيا، المسؤول شو حكى؟ إنه هالمشروع المفروض ياخد سنة، أخذ منا عدة سنوات فقط لأنه إحنا في ألمانيا. وفعلا هالشيء هو الواقع في حياتهم هناك. على كل الأحوال ما بيردوا عليه نهائيا. اللي بيعملوا أندريه إنه في عام 1983 وفي شهر سبتمبر بسافر على ألمانيا وبروح على البلدة اللي بيعيش فيها ديدر. بيبدأ يوزع منشورات يحكي عنه فيها إنه هو شخص قاتل، ويعطي رقم تليفونه وعنوانه للناس اللي ممكن يساعدوه في جمع معلومات عن هالشخص. لكن احنا بنحكي عن ألمانيا، ما في يعني أمريكا ممكن هالشيء ينجح مع وسائل الإعلام ومع الناس وإلى آخره. في ألمانيا ما في مجال أبدا. هو فكر إنه ممكن يأثر على رأي الناس ووسائل الإعلام، إلا إنه خلال ساعات قليلة فقط من توزيعه لهاي المنشورات بتم اعتقاله. بعد ساعتين فقط على بدء توزيع هاي المنشورات اللي كمان كان يتهم فيها بعض المسؤولين بأنه بيحموه لها الشخص اللي هو دياتر، اللي بيصير أنه بيعتقلوه. لا، وكمان اللي بيعمله دياتر أنه بيرفع قضية عليه لها الشخص، أو دياتر بيلفظ الاسم بطرق مختلفة، بيرفع عليه قضية بيطالبه فيها بتعويض. في النهاية بينحكم لمصلحة الطبيب، وتخيلوا بينحكم له بمبلغ تقريبا 273 ألف دولار أمريكي على أساس تعويض عن أنه أساء لسمعته وغيره. أندريه بيرجع لفرنسا وبيكون في حالة نفسية سيئة جدا، عنده شعور داخلي بأنه لازم يعرف سبب وفاة بنته. لما يرجع على فرنسا، مع انهم هددوه في ألمانيا اذا رجع وعمل اشياء زي هيك رح يسجنوه لفترة 6 شهور، اللي بيعمله انه بيرجع بيبدأ يبعت هاي المنشورات من خلال البريد على الناس الموجودين في المدينة اللي يعيش فيها هالشخص. في النهاية بيوصل لنتيجة إنه هيك ما رح يمشي الحال، لازم يفكر في طريقة أخرى اللي هي إنه يحاول يرفع عليه قضية من فرنسا.
ولحسن حظه أن السلطات الفرنسية أقل تعنتا. في عام 1985 السلطات الفرنسية بيرجعوا بيستخرجوا جثة هالبنت لأنه هي أصلا دفنت في فرنسا، وبيعملوا عليها تشريح جثة مرة أخرى. بيكتشفوا الآن بعض الأشياء اللي فعلا كانت مثيرة للشك حتى بالنسبة للسلطات الرسمية. المفاجأة بتكون لما يستخرجوا الجثة، بعض المصادر بتحكي أنه المنطقة الحساسة كاملة كانت غير موجودة، مصادر أخرى بتحكي أنه في أجزاء منها مفقودة. في كل الأحوال فقدان هاي الأجزاء أو جميعها خلى عملية البحث في أنه صار اعتداء على هالبنت أو لا صعبة ومستحيلة. السلطات الفرنسية بتتواصل مع الناس في ألمانيا، المسؤولين ما بتلاقوا أي إجابة إلا أنه هم بعد ما عملوا التشريح كل الأعضاء اللي تخصها تم إرجاعها لمكانها، وما في أي خطأ في البروسيجر أو اللي هم عملوه. واضح أنه في محاولات من السلطات الألمانية للتغطية على الأعمال البشعة اللي قام فيها الطبيب. السلطات الفرنسية ما يأسوا أبدا، استمروا في عمليات بحثهم والتحري والتحقيق، لأن السلطات الألمانية رفضت تتعاون معهم. في النهاية أحد الخبراء الفورنزكس الفرنسيين بيأكد أنه الآيرون كوبالت اللي تم إعطائها لهاي البنت هي سبب الوفاة الرئيسي. السلطات الألمانية ما إلها علاقة نهائيا في موضوع التحقيق في فرنسا، وبيرفضوا أنهم يتعاونوا وما بتقبلوا أصلا تقرير الخبير الفرنسي. في كل الأحوال في عام 1993 بعد 11 عام على وفاة هالطفلة الجميلة كلينكا، أخيرا بتصير محاكمة هالشخص في غيابه داخل فرنسا. بتصير المحاكمة بتمتد على مدى سنتين. في النهاية هو وجد مذنب بجريمة قتل غير عمد وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عام. المفروض انه هيك خلاص الوالد ارتاح، لكن ما في مجال نهائيا لانه يرتاح لأندري. الطبيب داتر، السلطات الألمانية ما بيعترفوا بهاي المحاكمة، بيرفضوا أنه يسلموه أصلاً للسلطات الفرنسية على أساس أنه المحاكمة صارت في غيابه. حتى الاتحاد الأوروبي بيتدخل، وفي النهاية بيوصلوا لنتيجة أنه المحاكمة غير عادلة لأنه ما كان عنده فرصة أنه يدافع عن نفسه. لما تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2001 بيبطلوا هالحكم، بيجبروا السلطات الفرنسية إنها تبطل الحكم على أساس اللي حكيت لكم عنه سابقا إنه هو ما دافع عن نفسه. ويا ريت الأمور توقفت عند هاي النقطة. السلطات الفرنسية بتدفع لها الشخص المجرم مبالغ مالية كتعويض لأنه هي اتهمته بشكل غير عادل. وانتوا شوفوا الآن كيف ممكن يكون شعوره للوالد أندريه. داتر واللي أخذ تعويض بقيمة 100,000 فرنك فرنسي من السلطات الرسمية على هاي المحاكمة، خلاص بينتهي حظه في هاي الدنيا، وبيبدأ العديد من الضحايا يتقدموا بمعلومات فتيات بأنه هم تعرضوا للاعتداء من قبل هالشخص. بيعترف أنه هو في عام 1997 خدر فتاة عمرها 16 عام واعتدى عليها. طبعا في أكثر من فتاة أخيرا قدموا بلاغات، لكن هاي الوحيدة اللي في أدلة تدعم أنه فعلا هو اعتدى عليها. أخيرا السلطات الألمانية بتتحرك، بوجهوا له تهمة تتعلق في الاعتداء على هالبنت اللي عمرها 16 عام. بيوقفوا الترخيص الطبي اللي يخصه، يعني المفروض انه خلاص ما يمارس الطب، او بيحكموا عليه بحكم ما تتخيلوا، سنتين في السجن، لكن حكم معلق يعني ما بيدخل على السجن، على أساس انه هو يعني له سمعة وله احترامه داخل المجتمع. إلا
إلا أنه أخيراً في العام 2006 بيرجعوا بيقبضوا عليه مرة أخرى لأنه استمر في ممارسة الطب، وهالمرة بالذات أخيراً بيقبضوا عليه بيحاكموه وبيحكموا عليه بالسجن لمدة عام ونصف. بيتم إطلاق سراحه في العام 2008. خلال هاي الفترة أندريه ما هدي أبداً، ما زال عنده رغبة قوية في إنه هالشخص ياخد جزاؤه لأنه بالتأكيد هو اللي قتل بنته كالينكا. وطوال هاي الفترة أندريه ما توقف أبدا عن متابعة هاي القضية، صرف كل درهم كل دينار كل فرنك معه على متابعة هالقضايا، بالإضافة لأنه ترك عمله، أفراد العائلة الأصدقاء يحاولوا يقنعوه أنه خلاص ينسى الموضوع، وهو عنده إصرار داخلي أنه هالطبيب يتعاقب. في مرات كثيرة راح على ألمانيا وكان يواجه الطبيب مباشرة ويحكي له أنه يوما ما سوف تعاقب. وبسبب متابعة أندريه لهاي القضية، زياراته المتكررة لهالطبيب، الفضيحة اللي صارت بخصوص اعتداءه على الفتيات وسحب ترخيصه الطبي، حياته بتنقلب رأسا على عقب لهالشخص اللي هو داتر. في النهاية بيبدأ يتجول في مختلف أنحاء ألمانيا. لما نصير في العام 2009 بصير صعب على أندريه يحدد المكان الموجود فيه هالطبيب، وهيك لازم يتحرك بسرعة قبل ما تفلت الأمور من إيده. أندريه ما بتوقف أبدا عن تتبع أخباره لديتر من خلال التواصل مع الناس الموجودين في ألمانيا. بيعرف في العام 2009 أنه هو حاليا موجود في بلدة اسمها شايدك غرب لينداو، لكن عنده خطة أنه يسافر ويروح على جنوب أفريقيا. أندريه بيكون خايف أنه في العام 2012 بصير مارر على جريمة القتل تقريبا 30 عام، وبالتالي صعب عليه أنه يحاكمه لهالشخص مرة أخرى فيما يتعلق بجريمة القتل. هل هو باذل جهود كبيرة حتى يدخله على فرنسا وهناك يرجعوا ويحاكموه مرة أخرى؟ وبما أنه جميع القنوات الرسمية والدبلوماسية كانت فاشلة، هو لازم يحصل طريقة يرجعه فيها على فرنسا، لأنه ما زال هناك مذكرة في اعتقاله. بيقرر أنه يلجأ للطرق غير الرسمية، بيلتقي بأحد الأشخاص في العام 2009، هو مهاجر من كوسوفو ويعيش في النمسا اسمه أنتون كوزنيسكي. هالشخص بيقرر أنه يساعده لأندريه لأهداف إنسانية بحسب كلامه، يمكن لأنه حس فعلا في معاناته. اللي بده يعمله أنه يختطف له هالطبيب من ألمانيا ويوصله على فرنسا. في بعض المصادر بتحكي أنه طلب مبلغ 20,000 يورو مقابل هاي العملية تكاليف وغيره. مصادر أخرى بتحكي لا، أندريه هو اللي أجبره على أنه ياخذ هالمبلغ. في النهاية بيبدو مشروع اختطافه لديتر من ألمانيا حتى يوصلوه على فرنسا، وصار هالحكي بتاريخ 17 أكتوبر من العام 2009. بيتم مهاجمته داخل منزله. بهديك الفترة كان عمره 74 عام. بيقيدوه بيربطوه بياخدوه على فرنسا. المفروض انه بيتواصلوا مع أندريه حتى يتصل على رجال الشرطة ويبلغ عن مكان وجوده. وفعلا هاي اللي بصير، بيرموه بالشارع، بيتواصلوا مع أندريه اللي بدوره بيتواصل مع رجال الشرطة. وبنرجع لبداية قصتنا، خلال فترة قصيرة بيوصلوا لأندريه. أيضا بيتم اعتقال الشخص الآخر اللي هو أنتون لما يوصلوا من خلال السلطات الألمانية لورقة يبدو أنه عن طريق الخطأ وجدوها في المكان اللي صارت فيه عملية الاختطاف، عليها اسمه لأنتون وعنوانه ورقم تليفونه وتفاصيل أخرى. في النهاية لما يوصلوا لأندريه ويعتقلوه ما بيكون عنده أي مشكلة نهائيا، بالعكس بيكون في قمة هدوءه.
وأكيد ما عنده مشكلة، لأنه في النهاية الخطة اللي هو بيخطط لها من عدة سنوات أخيرا نجحت. في شهر أكتوبر من العام 2011 وجهت داتر تهمة تتعلق بمقتل هالبنت الجميلة اللي هي بنته لأندريه. بتبدأ محاكماته، وجدوه مذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عام. بيكون عنده عدة محاولات للاستئناف في العام 2012 2014 و2018. في العام 2020 أخيرا تم إطلاق سراحه من السجن لأسباب صحية، على الأقل هو نال عقوبة. وهيك بتنتهي قصتنا الغريبة لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل المهمة. من ضمن هاي التفاصيل انه بعد ما تم اطلاق سراحه لداتر بيرجع لألمانيا، وخلال شهور قليلة فقط بيتوفى هناك. أيضا من التفاصيل المهمة أنه بعد وفاته بدأت تنتشر كثير من الإشاعات، من ضمن هاي الإشاعات أنه هو المسؤول عن وفاة زوجته الأولى. إشاعات أخرى بتحكي أنه هو اعتدى على عدد كبير من السيدات، أحيانا كان يأخذهم على البيت يخدر زوجته، يخدرهم ويعتدي عليهم. وأكيد حابين تعرفوا شو صار معه لأندريه، هل تم محاكمته أو لا؟ لا، هو تم محاكمته لكن ما كان عنده مشكلة نهائيا. حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، لكن كان سجن يعني ما تم تنفيذه حكم معلق بسموه، أتوقع هاي المسمى. ويمكن من أغرب التفاصيل اللي ما بحب أنساها أبدا أنه السلطات الألمانية بدأت تطالب بأنه يرجعوا لهم أندريه على ألمانيا حتى يحاكموه بتهمة جريمة الاختطاف. تخيلوا، في النهاية السلطات الفرنسية لحسن الحظ رفضت وما تم تسليمه. على كل الأحوال كانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. ياريت لو عجبتكم ما تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. تحقيق أندريه في هاي الجريمة استمر على مدى 30 عام. شوفوا جمال الأب. إلى اللقاء.